مازدا غاز 134 مع غاز 410. في مقطع نشرت فيه إضافة هذا الغاز للمازدا، والأخوان الله يحفظهم اللي قالوا ودع الكمبرسر، هذا الكمبرسر وهذه السيارة تعمل بشكل سليم، الله يحفظكم ويعافيكم. ما شاء الله تبارك الله، بدلت المراوح، الوضع 100%. وهذا لا يومك، الغاز الحمد لله شغالين بعد اللي بارد. بس حبيت خبركم زين. الساعة 11:30 اليوم، تاريخ تقريبا 31 الظهر. نشوفكم على خير ان شاء الله، قولوا ما شاء الله، بدل ما تحسدوني قولوا ما شاء الله، واللي يبغى يجرب يجرب، بس يجرب بعقل شوي تفكير زين، وانتبه الكمية تكون قليلة جدا. انا اللي عبيته تقريبا 20 جرام من 410 فقط، 20 جرام من 410.